وبينما كانت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم تنتظر رجلها الشاب لتبشره بأن في أحشائها جنينا يوشك أن تقر به عينهما، مرض عبد الله ومات، وأراد الله أن يخرج هذا المولود المنتظر إلى هذه الدنيا يتيما. مات عبد الله وعمره 25 سنة، مات ولما يعلم بحمل زوجته، ومضت شهور الحمل طيبة، ورأت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا عجيبة، قالت: إني رأيت أنه خرج مني نور أضاء قصور الشام. في حادثة شق الصدر لما جاءت حليمة السعدية وهي هتيجي معانا حادثة شق الصدر إن شاء الله، خايفة عليه ومرعوبة، قالت لها: خدي 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 ابنك حصلت له حاجة. لم تهتز آمنة لهذه الحادثة ولم يرعها ما جرى، قالت لها: اطمئني، فإني رأيت حين خرج مني، قالت: أنا شفته لما ولدت لما خرج مني، فإني رأيت لما خرج مني نورا أضاء قصور الشام. والحديث زي ما قلت لكم قبل كده في مسند الإمام أحمد 5262 وإسناده صحيح، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 337. طب الأصح خذه من كلام النبي بقى صلى الله عليه وسلم. سيدك النبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. سد بقى سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما الأم شافت المنام ده، شافت أنه يخرج منها نور ينور قصور الشام. قصور الشام دي اللي هي قيصر النصارى. استبشرت الأم وظلت تترقب، ثم ولد الهادي محمد. ولد النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يوم الاثنين عام الفيل، هذا لا خلاف فيه، لا خلاف عليه انه اتولد يوم الاثنين، انه اتولد عام الفيل، انه اتولد في مكة، لا خلاف في ذلك. الاكثرون على انه ليلة 12 من شهر ربيع الاول، ليلة 12 ربيع الاول، ليلة الاثنين 12 ربيع الاول. الشيخ محمد رزق طرهوني اكرمه الله عز وجل له كتاب اسمه السيرة الذهبية او صحيح السيرة النبوية، حقق المسألة وقطع فيها ان فعلا ليلة 12 ربيع اول في عام الفيل بتوافق كذا ميلادي، وان هي دي الليلة اللي اتولد فيها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سواء كانت 12 ربيع اول او لم تكن، فالاحتفال بمولد النبي بدعة. ان احنا نعمل حلاوة ونشتري حصان حلاوة وعروسة حلاوة ومولد بالطبل والزمر والرأس والمزيكا ده ما عملوش النبي ولا عملوا الصحابة ولا يسن الاحتفال، انما السنة صيام كل يوم اثنين من كل اسبوع احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. عشان الناس اللي بيقولوا ما بتحتفلوش بمولد النبي، لا احنا بنحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم طول السنة،
كل يوم اثنين بنحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الاحتفال السني اللي هو صيام يوم الاثنين. لما سئل بصوم يوم الاثنين قال يوم, قال يوم فيه ولدت صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولد في دار أبي طالب بشعب بني هاشم, واستقبل عبد المطلب ولادة حفيده باستبشار وجزل. ولكن الحقيقة رغم حفاوة الجد الحنون إلا أن محمدا يتيم. ولد محمد يتيماً.